متابعي سمح القافية، أهلا ومرحبا بكم عبر هذا اللقاء الجديد. دائما مساحة للثقافة والقراءة والتعرف على وجوه رائدة في مجال الشعر والنثر والأدب. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، يسعدني أن يكون معي داخل الاستوديو نخبة من الشعراء الشباب، شاعر عبد الله العشاري والشاعرة زينب عثمان وأيضا الشاعر المزمل عبد الخالق الشهير بالطلاس. أهلا ومرحبا بكم عبر هذه المساحة، ونتمنى أن نقضي وقت ممتع عبر ما يقدمه من أشعار هذه الليلة. نبدأ بعبد الله العشاري وزينب عثمان، والبداية لها أساس طبعا، يعني انتوا الاثنين ما شاء الله عاملين دويتو، او دايما بتتشاركوا مسألة قراءة الشعر وتبادل ايضا القصائد. نبدأ بالعشاري وبطاقة اولى لعبد الله العشاري والتجربة الشعرية، متى بدأت؟ مرحبا بك أستاذة سلافة، ومرحب بكل مشاهدي ومتابعي برنامج السمحة الغافية، ونتمنى نقدم ما يرضي أسماعكم. نعم، بطاقة تعريفية لك، تخرج أكاديميات وغيرها من المشاركات. أنا تخرجت من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في 2016، تخصص هندسة كهربائية. نعم، بديت الشعر في الجامعة ولا منذ المرحلة الابتدائية؟ طبعا في نماذج شاركتنا في سمحة القافية وهي بتكتب منذ الصغر. لا، أنا البداية حقتي كانت 2015. 2015 كانت خلال الفترة الجامعية. نعم. زينب عثمان، مرحبا بك وأيقونتنا اليوم داخل الاستوديو. مرحبا بك أستاذة سلافة، ومرحبا بالسادة المشاهدين والمتابعين داخل وخارج أرض الوطن الحبيب، وإن شاء الله نقدم ما ينال إعجابكم ورضا المشاهدين إن شاء الله. نعم، نتعرف عليك عن كسب الدراسة، الأكاديميات وغيرها من الأشياء. فضل. أنا زينب عثمان، درست هندسة معمار في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. نعم، خريجة 2017 وأبحث عن عمل. جميل. بدأت الشعر يعني قبل المرحلة الجامعية. قبل سنة من الجامعة يعني نزلت، كان 2015، يعني من 14، من 2014 بدأت. نعم، جميل. معروف عنكم أنكم طورتوا تجربتكم كثنائي، يمكن لابد أنه نحن نقيف عليه، أنه تعرفتوا كيف من خلال المنتديات ولا في سابق معرفة غير المراحل الدراسية؟ والله بدايتنا كان صدفة في الجامعة. نعم. لأنه درسنا في نفس الجامعة، فكنا بنتلاقى في منتديات لما يكون ناس هندسات عاملين ملمات وحفلات واحتفالات في الجامعة، بيكون فيها ثقافات وكده، فبنقدم أشعارنا هناك. وفي منتدى يعني برضو كان له دور كبير، منتدى بيت الظل، وأنا من هنا برسل لهم التحية. كنا بنتلاقى كل خميس في الجامعة بنقدم أشعارنا هناك. جميل. المشاهد طبعا دائما تواق لسبع نموذج أول قبل ما ننتقل للشاعر مزمل عبد الخالق، نسمع شنو يا العشاري ويا زينب؟ طبعا نحن تطرقنا كثيرا للبرامج الاجتماعية أو القضايا الاجتماعية في الأشعار. أول قصائد ضربة البداية حتكون السوشيال ميديا وأثرها على الناس، وأثرها على التطبيقات، تطبيقات الهواتف، والناس بقت منشغلة كثير بالهواتف، بتلقى زمن كثير بضيع يعني من غير ما الناس يستفيدوا وتعمل حاجة. فالفوائد فيها فوائد ضارة، وفيها فوائد فيها نافعة وفيها مضار طبعا. فيها مضار. وفي النهاية يعني عبارة عن توعية وإرشادات، رسائل تثقيفية. نعم، تفضلوا، المساحة لكم. طيب،
سوشيال ميديا باب بسهولة بيه ونواصل سبب انشغال للناس وفارق حاصل، لكن للأسف الكل صبح متفاصل وانقطع الرحم الكان زمان متواصل، بقت الناس مشتتة للقريب ما طارية متبع الهواتف بوراها وجارية، اتلخموا الخلوق للتطش ديما مبارية والوقت البضيع من العمر ما دارية، في الشاشة الحروف تكتب كتابة وجيهة بس محتاجة أصبع لمسة في توجيهها، لكن الخطر العين تركز فيها الإشعاع خطر دار بالعيون بيأذيها، هذه التكنولوجيا نقولنا فيها تصور هي حداثة سرعة وازدهار وتطور، لكن في نشر أخبار خداع وتزور بتعمل فتنة في الناس وارتباك وتهور، برضو مفيدة جدا في البحوث بتريح في شرح العلم في فهم التوضيح، الناس الفهم بيستخدموها صحيح لكن الوهم بيستخدموها قبيح، فيها محبة بين الناس وفيها تصافي، فيها عداوة بين الناس وفيها تجافي، فيها مساعدة عيان وفيها تعافي، فيها بشر تشاكل بسبب من ما في، الواتساب بحر بالجملة فيه دخلنا، فيه قطيعة بين الناس وفيه مظنة، فيه خداع ومضحكة فيه لعب بالسنة، ناس رسلت الآيات دي لعشرة بتخش الجنة، كمان خدعة روابط لدول بلجيكا أمريكا وفرنسا الكندا أو بلجيكا، أكيد رابط خطر سرقة بيانات ليك، كل كلام غلط خدعة ومضاحك بيك، برضو روابط أكتر تاني بتجيك مرة والكلمات تجذبك فيها بشرة سارة، أكسب $1,000 أو سفر طيارة، كل كلام كذب فتنة ورسائل ضارة، أزوح الدين سلاح خلوها بس بالنية، إشاعات مغرضة وعقول بلدنا ضحية، الواتساب فتن يا أخواننا شر وبلية، فيه نكات سجن بتنا نادي بالقبليه، الفيسبوك مرض بيناتنا اصبح طاغي، الكل اتلخم في صوره سيلفي متاقي، وين الجب والسكينه والعراقي من ارث البلد ما ظن فضل باقي، الليل تستكين ومع البنات تنداح بدريه ونضال رنده وعبير وسماح، الواتساب مسلي وللزمن رواح ومساهرين سقد لحد 5 صباح، طالب وطالبه هايمين والحنوق يتكبر ملصق وصوره فازه والنسايم محبت أخلاقهم سجن من الفساد يتعبد وفي جامعته دايما يا أخي اللي مربت، تعالوا نبيض النيات نباهة وعقل متعافي، تعالوا نعمم السودان أريحية وضمير صافي، تعالوا نصافح الإيدين يكون بيننا الزعل ما في، ونزرع أرضنا الخضراء ويبقى بلدنا متكافي، ويبقى بلدنا متكافي. يا سلام جميل، طبعا انا قبل ما اقول يا سلام مزمل عبد الخالق يعني احتفى بكل الثقافه السودانيه اللي تكلمت عنها، جبه والطاقيه وكل الاشياء اللي بترجعنا لحاجاتنا الجميله، كتر خيركم كثير يعني قدمتوا رسائل عميقه وفي نفس الوقت تخلي الانسان لازم يكون عنده مساحه يعني للسوشيال ميديا ومساحه لحياته، مساحه لصله الرحم ممكن دي حتى تكلمتي عنها يا زينب. عشاري أكيد القصيدة دي طلعت من ملاحظات عميقة أنت قدمتها للشباب، يا ريت تكلمنا عن الحاجة دي شوية. القصيدة جات من ملامسة الإلهام للواقع الحاصل، لقينا أنه الناس كل الوقت بتقضيه في الشاشات في الفضاء في متابعة الأخبار والشائعات والروابط الضارة، فيها سرقة البيانات، بعد ذاك الناس يعني بتلقى بياناتها كلها في التلفون سرقوها. نعم. يعني بيرسلوا لك رابط يقول لك سافر فرنسا ولا سافر أمريكا، تجي كثيرة. يقول لك غطر ما عارف أكسب أعمال كده وظائف. الحاجات دي بالذات بيستهدفوا البنات، البيت بتخش فيها وبيشيلوا صورها في التلفون وبيشيلوا حاجات. يكون في ناس عاملين الحاجة دي. نعم. توعية من التوعية والناس تنظم الوقت يعني للسوشيال ميديا وقت ولباقي الحاجات وقت. جميل. ننتقل لشاعر مزمل عبد الخالق الشهير بالطلاس، في ونسة جانبية أنت ما زلت تبحث عن اسم الشهرة. نعم، مرحب بك عبر ساحة القافية. مرحب بكم، وأنا سعيد جدا أنه أطلع عبر قناة الحرية والجمال برنامج سمح الغافية، وسعيد جدا برغبة الشباب السمحين دير. نعم. الصراحة يعني
اتحشوني بالنص القرو ونص قضيه حيه وواقع ملموس ومعاش. انا خريج جامعه السودان كليه التربيه اللغه الفرنسيه، حاليا عاطل. نعم الحمد لله. انت وزينب بتبحث عن عمل. البدايات في الشعر هي بدت من المرحله اللي قبل الجامعه. نعم. من الثانوي، لكن في الجامعه المجموعات الصحفيه، وانا من هنا بحيي مجموعه ظلال الصحفيه فردا من اول عضو او اول مؤسسين الى اخر عضو انضم للمجموعه. المجموعه اضافت لي كثير جدا، وهي قدمتني بشكل حسن للمجتمع، خلتني ادتني منبر يعني اقدر اوصل فيه حاجاتي. نعم. بديت الشعر دارجي طوالي ولا كتبت فصيح ولا درجت في الحاجتين مع بعض؟ لا يا اخي، بيقول الشاعر ابن بيئته. انا من غرب المتمه يعني. بكتب دوبيت، ولما جيت الوسط الصحافي اتطرقت لكم نوع من انواع الشعر. نعم، لكن يعني التزمت بالدوبيت. الاساسي الدوبيت. نعم جميل. نسمع شنو يا مزمل؟ تفضل مساحه لك. الليل البرق لمعانه اصبح شاتي حيا فوق نسحبات تكوب يوماتي. الضان والمعوز شبعا دفري العاتي درج عجفة حلبة جردلين وثلاثي دغورك لبن على الغرة وغلت سمان وحنتوتك جبد هرع ولبس تيجانه فيك مربيت وفيك فحلم بتلبي قران وفيك الراشة بالجود والمحبة زمانه فيك النوق وفيك الضان وفيك الماعز فيك علامة وفيك فصحى وكلام راجز فيك الشيب وفيك شباب وفيك الناجز فيك السوى للجود والرجالة حواجز فيك أمات شلوخ فيك أمات شلوخ أمات خدودا سادة فيك عمدة وفيك زعمة وفيك السادة فيك البشر الضيفان وقولهن عاد حبابكم طن وقنطارين وستة زيادة فيك القمري والزرزور وفيك قطي فيك شاهين وفيك صقار وفيك حدي فيك الصبة وفيك المر وفيك الني فيك الغرة كرما من وجد في طي فيك الغرة كرما من وجد في طي. أبشر والله. أبشر حبابك تاني يا أبو الزبدة عبد الله. حبابك تحية لك وكل أهلنا في شندي ونهر النيل، وكل هذه المساحات حقيقي تحكي عن شاعر ابن بيئته. الدوبيت والتركيز عليه يعني بالنسبة لك ده شيء أساسي، ولا ممكن تمشي في اتجاه الكتابة لأجناس ثانية؟ لا، الدوبيت هو حالة، وأنا في منظوري الشخصي أنه أي كان اللون اللي أنت بتكتبه أو الألوان اللي أنت بتتطرق لها هي حالات. يعني أنت ما بتخط أنه أنا عايز الليلة أكتب دوبيت وبكرة أكتب، لا، الحاجات بتجيك كذا برا. في حاجات بتجي ما يعني ما ممكن تتطرق لها بالدوبيت، ممكن تتطرق لها بنص داري، تتطرق لها بالفصيح، تتطرق لها بالعمودي. يعني الدوبيت ما هو الاساس عندي انا، وانا قاعد احبه جدا. نعم. يعني هي هو الاداه التعبيريه بالنسبه لك. أيوة. يعني حاجات كثيره. نعم. انت بتقدر تتناولها. نعم. عن طريق الدوبيت. جميل. نحن واصلين معكم في سمحه القافيه، ونرحب بالشباب داخل الاستوديو مره ثانيه، مزمل والعشاري وزينب. زينب والعشاري، فكره مشاركتكم للشعر ومشاركتكم في المنتدى عبر الثنائيه بتخصم من الحالة الشعرية بتاعتكم، ولا انتوا حاسين انه دي حالة مثالية بالنسبة لكم؟ نسمع رأي زينب ومن ثم العشارة. والله هي ما بتخصم، بالعكس بتضيف أكثر، لأنه الزول لما يقدم حاجة زي دي توعوية ثقافية في نفس الوقت في إطار فني ظريف بتجيب أكثر نسبة إقبال، والناس
بتحاول بقدر الإمكان تعمل بها يعني. نعم جميل، حاجة جميلة. هلا وشاري. والله إحنا يعني ربنا أدانا الموهبة دي، موهبة الشعر دي، يعني بدل ما الناس تستخدمها في الغزل، هو الغزل جميل، ومن هنا أنا بحيي كل شعراء الغزل. نعم. والفخر والحماسة، أنا يعني نفسي يعني أنا شخصياً كتبت في الغزل وفي الحماسة وفي كل المجالات. نعم. لكن عايزين نخدم شوية الوطن، نخدم الناس، يعني نقدم قضايا اجتماعية، رسائل، والرسالة بتاعة الفن والشعر أقوى. نعم جميل. يعني إذا قلنا مثلاً الناس يعني الإرشادات بتلقوها عن طريق الخطب أو عن طريق المحاضرات في الجامعات أو في الجامعات الإسلامية، أو يعني الإرشادات عامةً في ناس ما بتحضر المحاضرات، في ناس ما بتخش الجامعة، دايرين قالب تاني. أي نعم. الفئة دي نحن الناس تصليها عن طريق الأشعار، عن طريق الأشعار والثنائية اللي انتخلتها مع بعض. أزين نحن دايرين نورط العشاري في قصيدة غزل، بما إنه بدأ بفكرة بدل الناس تقضي وقتها في الغزل، رأيك شنو فيه؟ ما عندي معنى. طيب العشاري المساحة لك، نسمع نص منفصل عن زينب، لأن زينب برضو حنطلب منها إنها تقرأ لنا حاجة حق تبرا. تفضلي العشاري. طيب تسمعني شو؟ سمعي قصيدة في الغزل. نعم. وجيهك والضفاير والخصل من سلة نديان، الخدود من غير مسوح مبتلة، سألت قبل عظيم أريح نزايم الفل، عدسات لاصغة عينك ولا خلقة الله، دمال وسهم عيونك للقلب ما جل من جوف الفؤاد، عد تاني كيف ينسلى، أنا الخلاني مجنون، عقلي جاط واختل قدام العيون، سوت رموشة مظلة. أبشر. دي لو مرق الصباح تتحدى نور شمس الله، لو مرقت مسا بالضوء أي محلة، معدومة مثيل سمحت بنات الملة، بكتب فيك شعري شايف فوقي قلة، وكتري في مروقك لين أزيد الطلة، كملت السماحة والكمال ليه الله، لما الشوف صادف في العيون الدلة، زي موية البني جوا العروق من حلة، يوم ما أشوفها قايمة على الفريق من قلة، حزبي روحي مارقة ومن جواي من سلة، جهجهت الحروف ميزانة فيك اختلة، مسمار الفكر تفي هواك انحلة، يوم وشك حداي أنا فيني عاين، ولا حسيت قلبي نازل في الركب الدلة، شايلاه الصباح فوق الوجه بيطلع، حتى الليل تمقى وفي الكتاف الدلة، بقدر أخلي شوفتك لي لو تتخلى، شراب الموية لي لو صحيح بيتخلى، يوم جات العزير دي الخايلة فيها القدلة، ظهرت في الطريق الليلة ووب لا حول، يوم دارت علي جوز العيون من عدلة، حسيت كتفي خدران فيهم 200 جدلة، تبقى قلبي رهيف في صاج هواك تقلى، يا عين السواد الليلة نومي تقلى، الحال المطين تاني ازداد، بل سترك يا الإله من هالبلاء، الحل سترك يا الإله من هالبلاء، الحل